هل يجوز للإنسان أن يختار صيام 6 أيام من شهر شوال، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه 6 ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها فصام بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، الأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذاك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها نافلة تطوع ليست فريضة. فإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها، فلا حرج عليه، والحمد لله.